اللي طلبنا احنا المحكمه حضروا جوج، باقي لحد الان ما سمعت لهمش المحكمه. وبالنسبه لي لهم هما حضرت واحد السيده اللي كانت مسؤوله على الاستقبال وحضر شاهد وتخلفوا جوج. بالنسبه للشاهده اللي استمع اللي باقي لحد الان، يعني من العشرة كتستمع لها المحكمه الى الان، هذه الشاهده هذه هي كانت مستخدمه في جريده اخبار اليوم. وتعرف السيد الوكيل العام مقتضيات المادة 330 المتعلقة بالعلاقة التبعية، بمعنى واحد الإنسان تتربط به واحد القرابة أو مصاهرة أو علاقة عمل، الشهادة ديالو في الغالب كتكون واحد شهادة مجامعة. على كل حال الوكيل العام سجل ديك الملاحظة، احنا كذلك شخصيا سجلت هذه الملاحظة لفائدة القانون ويجب إثارتها فيما بعد، لأنه تقدير الشهادة ديالها ماشي دابا. المحكمة الغاية ديالها في هذه المرحلة هذه هي توصل للحقيقة القضائية، خصها تستمع لكل الأطراف وكل واحد هو مفيد غيبين الحقيقة في هذا الملف مزيان. هذا هو الاتجاه اللي مشات فيه المحكمة، ولكن هاد الملاحظة اللي كتسجل باش لما يصدر الحكم اعتمدت عليها المحكمة بالإيجاب أو السلب كيترتب عليها أثر أمام الدرجة الثانية، إما محكمة الاستئناف أو محكمة النقد. هذا كان نقاش طويل مع الأستاذ النقيب عبد اللطيف بوعشرين، ونقاش قانوني وصحي ومجدي، وهذا هو اللي كنا كنتمناو في هذه المحاكمة من الأول. اليوم كان نقاش قانوني ممتاز من أجل القانون ومن أجل المحاكمة العادلة. اللي كاين أن الشهادة ديال الشاهدة تضمنت عدة تناقضات وتضمنت إقرار هام. الإقرار الهام هو أنه لما طلبنا من المحكمة طرح عليها السؤال ما هي التصريحات التي تؤكد، هل التصريحات ديالها المفضى بها أمام الضابطة القضائية أمام التصريحات اللي جات قالتها اليوم هنا فيها واحد الجزء منها ما كيتماشاش مع المضمون ديال المحضر، بحال فيه واحد نوع التراجع، بحال فيه واحد نوع من التلقين. قالت ودي انا ما عقلتش لان عند البوليس كنت شويه مرتبكه كذا الى اخره. طرحنا السؤال هواش عند الشرطه، عند الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، انك تعرضتي لشي معامله مهينه او تعرضتي لشي ضغط او تعرضتي اجابت بالحرف وبامانه والله شهيد على ما اقول، ويمكن لكم تسولوا جميع الزملاء. قالت ودي بالعكس عاملوني معامله مزيانه ومعامله يعني فيها كل احترام وكل تقدير لشخصها، ولكن اللي بان انه لما جات للمحكمه اعطات افادات مختلفه حتى الافادات التي ادلى بها المتهم امام الضابطه القضائيه اثناء يعني الجمع ديال ذاك المحتويات ديال المكتب ديالو. اقرت كذلك لما تم العرض ديال الصور ديال المكتب ديالو بانه هو هذاك المكتب وهذيك الصور هذيك المحتويات كاينه في المكتب. الغايه ديال هذه القضيه هذه علاش قلت لكم كاين تناقضات، لان تطرح عليها سؤال من طرف دفاع المتهم وهو مرتبط بديك الدفع الشكليه اللي تالو في الاول، اللي قالوا بان ديك الكاميرات ماشي ديال توفيق بوعشرين وهي كاميرات جابتها جهه ما وحطاتها دستالو في المكتب. بالنسبه للشهيده مسحات السما بليكه كتقول ودي كاع داكشي كله اللي تعرض عليه دابا هنا في المحكمه ماشي في المكتب، ولكن هو براسو المتهم تيقول لا داكشي كله ديالي باستثناء دوك الجوج. ومن لما تعرضت عليها الصور كتقول هو هذاك المكتب. ايوا انتم لكم تستنتجوا ما تستنتجوها من تناقضات. وعلى كل حال حنايا الذي نامل، لان المحكمه الان قررت رفع الجلسه لجلسه الغد باش تستمر، الذي نامله اكثر من شاهد، لان هذه هي السيده اللي الان استمعت لها المحكمه هي شهود اللائحه اللي دلا بها دفاع المتهم. اللي بغينا كذلك من المحكمه ورا المحكمه امرت به النيابه العامه البارح هو انه هاد المصرحات الاخريات اللواتي امرت المحكمه باحضارهن باستخدام القوى العموميه أو باستخدام القوة أو بتسخير القوة. وبالمناسبة هذا الكلام هذا استخدام القوة وتسخير القوة منصوص عليه في القانون، منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية المعمول به في البلاد، ماشي شي حاجة اللي هي غادي سميتو. هاد الناس هادو هما اللي كنلحوا حنا على الحضور ديالهم، والحضور ديالهم ضروري ومؤكد لجوج الاعتبارات. أولا واحدة منهم
نفات باش تقول بان داك الكلام كاع صادر عليها وكانت موضع متابعه وادانه. احنا بغينا نعرفوا هذه الحقيقه القضائيه واش هذا الشيء كاين او ما كاينش. ثانيا قبل كاع من هذا الشيء كامل من الحضور ديالهم، احنا تنفيذ الامر تنعتبروا انا شخصيا جزء من هيبه الدوله، باش نكونوا واضحين في هذه النقطه هذه. اليوم احنا دوله المؤسسات، دوله الحق والقانون، كاين امر صدر عن القضاء خصو يتنفذ، خص السلطات التي اوكل اليها تنفيذ الامر بشخص السيد الوكيل العام والضابطه القضائيه خصها تعمل العمل ديالها وتجيب هاد الناس، لاننا حنا ما نبغيو نديو التقليد حتى ديال شي حد، لا ديال المتهم ولا ديال الضحايا. الضحايا اكدوا انهم هما دوك الناس امام الضابطه القضائيه قالوا حنايا، باستثناء وحده خرجت للاعلام، انا ما تنفهمش خارجه للاعلام وخليها للقضاء اللي كاين فيه كل الضمانات. ياك الكلام اللي قلتي في الاعلام ماشي يقوليه حتى هنايا في المحكمه. إذا أنا بالنسبة لي الشهود اللائحة لا دياولي ولا دياول المتهم، ماشي في تشكيل القناعة الصميمية ديال القاضي الجنائي بالنسبة لي مهمة. مهمة بشي أشياء اللي تسليط الضوء على الوقائع، اللي تسليط الضوء على مكونات المكتب، اللي تسليط الضوء على المتهم، لأنه ها هي السيدة اللي جابوا الآن أقرت بأنه يستقبل الضيوف من 6 الفوق. إذن هذه نقاط كتلقى مع النقاط اللي قالوها المشتكيات، ما كاينش شي حاجة احنا بالنسبة لنا اللي بغينا نخبيوها. هاد الناس خصهم يحضروا، الدولة في شخص الوكيل العام، في شخص الضابطة القضائية، ومن خلال هاد المنابر الإعلامية خصها تنفذ الأمر القضائي ديال المحكمة، خص هيبة الدولة تكون. إن ما كاينش التسيب، ما كاينش شي واحد اللي غادي يتحدى القضاء، ما كاينش شي واحد غادي يتحدى القانون. احنا ماشي في دولة الغاب، احنا في دولة المؤسسات، في دولة الحق والقانون، واللي عنده شي كلام يجي يقوله في المحكمة. اما ان نقول انه على جثتي ما نحضرش او نهدد او شيء من هذا القبيل، هذا ماشي معقول. وخص كذلك من خلالكم نبهوا الناس اللي كيحثوهم على عدم الحضور، راهم كيخرقوا القانون، وكل واحد كيساهم في ذلك راه حنا غادي نعملوا كدفاع ديال الضحايا الاجراءات اللي هي مناسبه في هذا الاطار. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.